قبل الفاصل اني متوقعه تصريحات للشيخ حازم حقيقي ما كنتش اعرف، يعني صدقوني او ما تصدقونيش، لكن ظهرت هذه التصريحات على اليوم عوده اليوم السابع. اكد حازم صالح ابو اسماعيل مرشح مستبعد من الانتخابات الرئاسيه انه لا علاقه له بمنح ولا اقتحام اي من المقرات الخاصه بالاحزاب او الصحف، مضيفا انه يرفض ويستنكر اي اعتداءات تحدث. و الجريدة بقى بتقول وكان أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل قد أضرموا النيران في مقر حزب الوفد. الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور، مساء الخير يا أستاذ نادر. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك. أولا يعني ماذا تقول في ما الأحداث المؤسفة الأخيرة، حرق أو محاولة الاعتداء على حزب الوفد، التهديدات اللي بتتلقاها الصحف، محاولة الاعتداء على مقر التيار الشعبي، من البعض يرى يعني يؤكد أنهم أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل بينما هو ينفي. بص يا سيدتي الفاضلة، احنا على مدار أسبوعين ماضيين حرق 28 مقر لحزب الحريه والعداله، وحرق مقر لحزب النور في الغردقه، وما اتهمناش حد او لم يتهم احد بعينه عشان ما نتبعش اجراءات تتخذها سلطات التحقيق طالما احنا بنعلي قيمه دوله القانون. نفس الامر انا هقول النهارده، ادين بشده بل استنكر اللي حدث لمقر حزب الوفد، ولما قيل ان يمتد ايضا لمقرات احزاب اخرى، لكن في نفس الوقت لا استبق ولا استعد على سلطات التحقيق هي اللي تباشر التحقيق. الفعل نفسه عندنا مجرم لا شك في ذلك. نفس الامر اللي حدث بالامس، احنا ما اتهمناش فيها بعينها رغم ان انا من اهالي اسكندريه، وكان يعني كانت هناك محاولات اتصال، وكان هناك يعني محاولات كثيره من وراء الكواليس علشان انهاء الجريمه النكراء اللي حدثت بالامس، جريمه محاصره مسجد القائد ابراهيم واغلاقه عالما بداخله، واحتجاز شيخ طاعن في السن وعالم كتير زي الشيخ احمد المحلاوي ل 13 ساعه متواصله، ما تهمناش فيها بعينها. طيب لو ثبت لكم، طيب لو ثبت لكم، واحنا عندنا الاستاذ معتمر ضيفنا من التيار الشعبي بيقول ان هو شاهد حازمون يرفعون، لا بص حضرتك، لا 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 ولا هقبل كلمه من الكلام ده. ما خلي الاستاذ، انا ما اعرفش هو ينتمي الى ايه بالظبط، ما سمعتش حضرتك، لكن يعني لو سمحتوا امبارح احنا شايفين بعينينا. انا بكلمك على النهارده يا استاذ بكار. لا لا لا, لا انا بتكلم برضه، وانا عايز اتكلم على النهارده قبل ما اتكلم على امبارح. بقول لسعادتك بس ان احنا امبارح برضه هنا مشاهدات. انا برضه عايز اتكلم على النهارده، حضرتك مصمم تاخدني لامبارح؟ لا هتكلم الاول على امبارح. لا مش هسمع، انا هسمع امبارح وقت ما احب اسمع امبارح، انا دلوقتي هتكلم على النهارده. انا بكلمك النهارده، اذا ثبت ان من قام بذلك هو حازم صلاح ابو اسماعيل، هل حزب النور بما له من يعني قياده سلفيه يمكن ان يتحدث مع حازم صلاح ابو اسماعيل على كل ما حدث، على حصاره لمدينه الانتاج، على ما يتهم به في حرق الوفد اذا ثبت؟ بقول لسعادتك ايه يا فندم، حضرتك مش هتعلميني اقول ايه؟ طيب شكرا استاذ نادر بكار، بشكرك شكرا جزيلا، انا مش هقدر اكمل هذا الحوار بالشكل ده. دكتور يعني انا شايف حضرتك منفعله شويه. معلش، اصل انت عارف زمايلي وحصرنا وكده. لا، واحنا كمصريين قبل ما يكونوا زمايلنا، وكمصريين كمصريين نستنكر اي عمل فيه تعدي على الاخر، واقل التعدي باللسان نستنكره، ولا ينتمي للدعوة السلفية أي أحد يروع، مش بني آدم، يروع كل ذي كبد رطبة. عندنا الترويح حتى للأشياء للطيور والحيوان هذا حرمه الإسلام. فبالتالي أنا بس علامة الاستفهام، ليس هناك إنسان متأكد من يفعل ذلك، ما فيش حد منا تأكد حتى الآن من فعل أحداث محمد محمود، من كان وراء مزبيرو، من وراء حرق مقرات الحرية والعدالة، من وراء حرق مقر الإخوان في المقطم، من وراء ما حدث في اسكندرية بالأمس، من وراء ما يحدث اليوم. كل هذا غير واضح وغير مؤكد، وبالتالي نحن نستنكره، وإذا ثبت أن أحد فعله أيا ما كان يتحمل فعلته أمام الله عز وجل ولا ثم أمام القانون. خليني أرجع أسأل السؤال، الأستاذ حازم وسعيد حضرتك تنبأتي إذا ثبت أنا ما تنبأتش، أنا تنبأت بالنفي طبعا. توقعت بالنفي. إذا ثبت أنه الأستاذ معتمر شاف حازمون، لا الأستاذ معتمر، أنا شفت حازمون في ميدان لبنان. طيب.
لم يشهد بانهم اعتدوا على شيء. صفحه صفحه شاهد بانهم وجدهم في ميدان لبنان. بس هم هذا اول اليوم وكانوا موجودين امام الانتاج الاعلامي حاطين على صفحتهم الرسميه. كان المفروض يضربونا يعني عشان تستنكروا ده الحزب النور ما استنكرش يا دكتور. انا بقول حتى الاعتداء على ده انتوا ما استنكرتوش لما حصرونا 7-8 ايام. انا بقول الاعتداء على كل ذي كبد رطبه. ايوه مش على البني ادم. حلو قوي. فانتوا حتى يعني حزب النور اللي انا يعني في بيننا وبينه علاقه يعني حميميه حميمه حتى دي حتى ما استنكرتوش حصاره للمدينه الانتاج الاعلامي زي ما قال سياده اللواء اللي كان موجود دلوقتي. قال احنا في حاله كله بيطلع يتظاهر. طب يبقى عايزيننا ليه نستنكر بقى اللي حصل في الشيخ لا يعني لا كل لا واحد بقى ما يستنكرش نستنكر الفعل نستنكر التعدي نستنكر التعدي باللسان. لو حد خرج طالما ان عمليه المظاهرات غير مؤسسه وغير قائمه على اعتبارات معينه احنا في حاله فوضى. اللي وصلوا عند الاتحاديه في فوضى اللي بيصلوا الى مقرات الان فوضى. احنا في يوم استفتاء يا فندم. احنا اليوم استفتاء. احنا في يوم استفتاء مش انا في يوم كان تظاهر. انا كان نفسي انت سعادتك من شويه قلت انه اللي بيقالوا لا وجت مداخله ان قالوا لا اكتر من اللي قالوا نعم. صحيح. وده ممكن يكون ردة فعل من اللي كانوا عاوزين يقولوا نعم. صحيح. طب ليه ما تقولهاش بطريقه تانية؟ ممكن يكون ردة فعل من الذين كانوا يتوقعون ان تكون لا. ما احنا مش عارفين. وبعدين لما نستنكر عن تظاهر. لما نستنكر على قضاء لما نستنكر على قضاء وانا استنكر على قضاء انهم خلفوا القانون واعلنوا نتائج قبل الساعه 11 كذلك احنا ليه ما استنكرناش على اللجان اللي قالت لا؟ احنا كل حاله ضبابيه. احنا نحن نريد ان يكون لجنة قالت لا. نحن نريد ان يكون صندوق الانتخاب هو المؤسس. لا انا عايز ارجع تاني لاحداث النهارده. هل إذا ثبت لكم أن شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره هم اللي قاموا بهذه الأعمال هل أنتوا كحزب النور هيكون لكم يد تتدخلوا تحاولوا تكلموه يبقى في إيه؟ هل هيكون لكم دور ولا أنتوا بتعزلوا نفسكم وبتشوفوا لا؟ حزب النور لابد أن يكون وسيط في يعني لابد أن يكون له دور إيجابي أكبر في هذه المرحلة الخطرة. وانا لا يعني الشيخ حازم واسماعيل لا يكذب والمؤمن لا يكذب طالما نفى انه له علاقه بهذا الموضوع يبقى ليس له علاقه. فما بالتالي اذا ثبت ان احد فعل هذا من كان فعله حتى لو ينتمي لحزب النور هذا لابد ان يواجه بالقانون. انا بس عايز اذكرك بحاجه بس اذكرك بحاجه صغيره جدا ذكريني حاجه صغيره كبيره مش صغيره. والدته الامريكيه يعني دي لها علاقه برضو بالكذب والصدق برضو لا معلش انت بتقولي معلومه غير متاكده منها. يا نهار ابيض اتنشرت صوره في جريده الشروق بالامس. شوف عشان ما نخرجش بره الموضوع علشان يا دكتور مصطفى ما نخرجش بره الموضوع. انا بقول لسعادتك يعني ده له علاقه بالكذب والصدق اذا ثبت ان اللي حدث منه هذا في تحقيق شفاف وسط النتائج مش انه حازمين بس انه ينتمي لحزب النور او الدعوه السلفيه هذا يجب ان يواجه بالقانون ونستنكر ما فعل تحت اي شرط. هذا مفيش كلام تمام. لكن احنا الى ان نتاكد احنا لحد دلوقتي في ضبابيه مش عارفين نعرف من فعل كل هذه الاشياء التي تفعل. مين يستطيع ان يؤكد كالشمس؟ لا يستطيع. لا بعضها معروف لكن لا اللي نستطيع ان نؤكده اننا نستنكر اي اعتداء واي ترويع لاي مصري مهما كانت الاسباب. طيب اذا خرجت النتيجه بنعم او خرجت النتيجه بلا الى اين نتجه؟ أنا لست مستريحا ولن أكون طبعا. مستريحا أيا كانت النتيجة أيا كانت النتيجة لأنه أعتقد أنه مصر قد انقسمت بالفعل وهناك غياب لمن يقوم بجهد النوايا الحسنة في التقريب بين الفريقين. يعني سواء كانت النتيجة بنعم أعتقد أن في قسم مهم من المصريين بيشمل رجال القضاء ويشمل الصحفيين ويشمل قسم كبير من المحامين ويشمل أغلبية المثقفين ويشمل الكنائس ويشمل عدد كبير من النساء سوف يكونوا حزينا لهذه النتيجة. ولو كانت النتيجة بلا أعتقد أنه الفريق الذي كان يريد أن تكون النتيجة نعم لن يقبل هذه النتيجة بسهولة وبالتالي فالانقسام والاستقطاب سيستمر. أنا في الحقيقة بقول كده صراحة وعلنا يعني كنت أتمنى أن المبادرة التي قامت بها القوات المسلحة تنجح لأنه كان المفروض أنه السيد رئيس الجمهورية بعد أن التقى بزعامات المعارضة يخرج بمبادرة تحقق لم الشمل لتجمع الجميع معنا. لم يحدث هذا. يعني هل نلجأ إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر إبراهيمي كوفي عنان؟ افتكر إلا هناك حاجة لأن تعود مصر على الأقل. يعني كان في هذه الفترة نحن نحتاج إلى وفاق وطني. صحيح. لا يمكن أن نعبر يعني التحديات الخطيرة التي تواجهنا في مقدمة يعني التحديات الاقتصادية طبعا تحديات إقامة نظام سياسي جديد إلا إذا اتفقنا معا. ما حصلتش في أي دولة في العالم أنه يعني حدث هذا الانتقال وسط هذا الانقسام والاستقطاب
وبالتالي انا يعني ايا كانت النتيجه انا لست مستريحا للنتائج التي لما يمكن ان يترتب عليها. مشاهداتكم في التيار الشعبي النهارده الاستفتاء ازاي؟ عندنا كم كبير جدا من المخالفات. انا بحقيقه ما كنتش مصدق كميه الاتصالات اللي جايه والايميلات اللي جايه بالتجاوزات. احنا وصلنا لحد الساعه 4 او 4 ونص بعد الظهر انه عندنا 1400 محضر. مش بنتكلم عن المخالفات، بكام 1400 محضر، وده طبعا تم رصده في التيار الشعبي وفي الغرفة المركزية لجبهة الإنقاذ اللي كانت شغالة، بلاش أقول فين عشان ما حدش يروح لها، يعني يعني هي كانت شغالة في حتة وكويسين الحمد لله. والتجاوب المواطنين معانا كان كبير جدا، وده بقى على الأرقام المعلنة، وعندنا رصد كبير جدا للمخالفات. بس أنا عايز أقول حاجة، المسألة كمان مش مسألة إجراءات، يعني أنا مش دوري أو أنا مش مهتم إن أنا أطمئن فقط للإجراءات. الديمقراطية هي تنظيم ممارسة الحرية، فأنا النهاردة في مناخ مش شايف الحرية فيه بتتولد. أنا شايف النهاردة في بنقول من الشباب بيزعلوا، يعني بلطجية منتشرين في الشوارع من أيا كان منين، بس في حد بينشر على صفحته إن البلطجية دول هيجولكوا الساعة 6 في المكان الفلاني اسمهم كذا، والناس دي نازلة. هل هذا هو مناخ الحرية اللي احنا نستطيع ان احنا نعمل فيه ونستطيع ان احنا نبني فيه المستقبل؟ هذه نقطة فارقة. انا عايز اوصل لنقطة كمان، انه فكرة الشرخ اللي ممكن يتحول الى فلق اللي كان الاستاذ هيكل بيتكلم عنه، احنا قريبين جدا من هذه النقطة. وسبب قربنا منها ايه؟ انه ترسيخ النتيجة بنعم او بلا، لا على فكرة ممكن تبقى مخرج اسهل لانه ما زال فيها انتخاب لجمعية اخرى وهكذا، انما لما نوصل لنعم فاحنا بقينا قصاد جزء من المجتمع، يعني عامل متاريس قصاده بنعم وبقوانين تفقد شرعية في عين من صوت بلا، والناحية التانية عايز يهجم على هذا الحصن ويغيره. احنا بحقيقي هنصل الى تفاعلات سياسية اجتماعية هتؤثر على المستقبل. انا مش عايز، يعني انا مش مصدق ان سياسة هذا البلد باصين تحت رجليهم ومش شايفين انه هذه التفاعلات لن تؤدي لاستقرار في 3-4 سنين قادمة. معي على الهاتف سيادة اللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزة. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير بحضرتك. اهلا بيك. يعني هل اولا تاكدتم مين اللي حرق حزب الوفد دلوقتي؟ احنا كنا كان كل الكلام انها مجموعه من حازمون، وثم قال السيد حازم صلاح ابو اسماعيل ان لا علاقه له بهذا الامر، وحضرتك كان ليك اعتقد تصريح في هذا الشأن. ده وحضرتك كانت مداخله مع مدام منى الشاذلي دلوقتي، ايوه، وضيفها الاستاذ جورج اسحاق، وسألوا السؤال اللي بتسأليه حضرتك ده. هي نفس المجموعة اللي كانت متواجدة في ميدان لبنان، واللي هم حضرتك كان المفروض جايين يعملوا وقفة احتجاجية سلمية، وهي مجموعة المجموعة التابعة لحازم صلاح ابو اسماعيل. مظبوط يا فندم، مجموعة من الشباب يعني متوسط اعمارهم 25 سنة وفي اكتر من ذلك بالنسبة للسن، ودول وقفوا حوالي ساعة ساعة ونص، رددوا بعد الهتافات وبدأوا يتحركوا مترجلين في منطقة المهندسين، ثم جامعة الدول العربية، ثم البطل أحمد عبد العزيز، ميدان الدقي، شارع التحرير، دخلوا من شارع إبراهيم صبري الشارع اللي فيه جريدة حزب الوفد. ودي حضرتك الأعداد وقت ذلك وصلوا حوالي 500، كان في جزء مستنيهم في ميدان الدقي غير الناس اللي اتضمت لهم في الطريق، واطلقوا بعض العيره الخرطوش والشماريخ والعبوات المحليه اللي كانت معاهم على قوات الامن المركزي تستاتر الامن اللي كان معمول لمنع حدوث اي تداعيات امنيه، واضطرت القوات انها تتعامل معاهم بالغاز. انخرط منهم حوالي 8 اشخاص تقريبا او 10، دول اللي تسلقوا الباب السطور الخلفي لمقر الجريدة. نتج عن ذلك أحداثه بعض تلفيات حوالي 8 أو 10 عربيات ملاكي، الزجاج الأمامي والخلفي لبعض السيارات، في زجاج خاص بالمبنى حصل فيه تلفيات فقط، ورموا شماريخ داخل الفناء، إنما لم يحدث حرائق بالمبنى الحمد لله. تم طرد الجزء اللي تبقى، انصرفوا اتجاه شارع التحرير، ثم انقسموا فريقين بضعة من الزمن سريعة، الضباط طردتهم
تم تشكيل مجموعات عمل بننشط منطقه الدور المهندسين بالكامل بحثا عن اي من المشكلة. هل حد في اتقبض عليه يا فندم ولا لا؟ حتى الان لسه. وكل الامن اللي كان موجود ده انتوا كنتوا عاملين الحقيقه تكثيف امني امام الوفد. يا فندم بدري يا مدام لميس، انا بنقول انا حضرتك بتتكلمي في تكثيف امني، انا مش واقف طبق. حزب الوفد له 4 اضلاع وبيؤدي لي 7 شوارع رئيسيه، فلازم امن الاضلاع والشوارع المؤديه الى مقر الجريده. حضرتك المعلومه ما كانتش عندنا مؤكده غير المعلومه بتاعتنا اللي كنا عاملين خدمات ليها في ميدان لبنان. هم اتحركوا مترجلين على رجليهم مش عارفين وجهتهم فين. الحس الامني بتاعنا لابد ان انا اكثف الخدمات طبقا لما ورد المعلومات مسبقه ان احتمال يجوا حزب الوفد. تمام حضرتك؟ وعشان كده انتوا فعلا كثفتوا التامين عند حزب الوفد. فعلا الخدمات. ايوه حضرتك انا مش موقف العساكر الطابور. مفهوم. يعني كل حاجه. عندك اصابات يا فندم؟ عندك اصابات؟ في اصابات معاهم مراحل دقي جاله رش خرطوش في اسفل لانه الوقت. في خرطوش كمان يعني استخدموا خرطوش. ايوه يا فندم. وفي بعض الاصابات في المجندين الامن المركزي. طيب بما انكم عارفين لاول مره من يعني عارفين بقى المتهم لاول مره، ما عندناش طرف ثالث يا سياده اللواء مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا فندم. فاعتقد ان انتوا هتقوموا بواجبكم، وانا اثق في قدرتكم على ضبط كل الخارجين عن القانون، وبندعمكم ومستنيين النتائج. وسياده اللواء احمد حلمي قال لي قبل ما هتمشي يا مدام لميس هنقول لك ان احنا قبضنا عليهم وان احنا ان شاء الله. بشكرك يا سياده اللواء، ونحن يعني ندعمكم طالما انتم تعملون على امن الوطن والمواطن. شكرا سياده اللواء. وقال الشهيد شاهد من اهلها. نعم. ماذا تقول بقى؟ ما انا بقول لسعادتك اهو، قلت أهو انه رؤيه النهار دي على فكره ما فيهاش نهار تاني، ما فيش نهار لا تاني. لا هو قال لسعادتك يعني ما لم نقبض على احد، واحنا لا بس هو قال هؤلاء حازمون، قال لي كانوا متجمعين. لا كانوا متجمعين. لا يا فندم مش معقوله ما سمعتش يا دكتور. قال حازمين اللي ضربوا. ايوه طيب خلاص ليه ما قبضوش عليهم فورا؟ ما هو ما مش فاهم هم بيضربوا. معهوش قوات كفايه. معهوش قوات كفايه. خلاص يبقى اذا هيتبين. بس هو قال لك انهم حازمون. انا بسال حضرتك لا دلوقتي. انا فهمت من كلامه انه الحازمين هم اللي تجمعوا في ميدان لبنان ثم انطلقوا الى المهندسين ثم كذا. الا ميدان الدقي واجتمعوا 500 واحد. على اي حال بالتاكيد الامن هيصل الى نتيجه ما. انا ارى انه في مثل هذه الفتن يجب على الناس انها تنطوي او تنزوي عن الخروج الى الشوارع. كلمة مظاهرات، أنا عندما كانت المظاهرات في التحرير كنت أشجعها بتعبر عن رأيها، عندما انطلقوا إلى الاتحادية وبدأ الطوب والحجارة والعنف قلت لا اللي يخرج من الفتنة أفضل. فبالتالي إحنا في وقت نحتاج فيه بقى إلى أنه المظاهرات تهدأ والناس تحتكم إلى الصندوق. وأنا الدكتور بيقول أنا هزعل لو الناس قالت نعم او هيعبر عن استيائه او لا فهمت من كلام سعادتك كده. حالتين لا في الحالتين النتيجه سيئه. احنا شوف يجب ان نتعلم الديمقراطيه، طالما بدانا خط ديمقراطي يبقى يجب ان احنا نسلم بما تنتج او ستنتج عنه صناديق الانتخاب. اذا قال الشعب نعم اهلا وسهلا، اذا قال لا يجب على الجميع ان يسلم، لانه دي بدايه الطريق. بدون صندوق انتخاب يبقى مش هو ما قالش عكس كده، هو بيتكلم على ما بعد. هو بيقول انا لا النتيجه سواء نعم او لا النتيجه سيئه بالنسبه لا انا اتفائل انه النتيجه اذا جاءت نعم متفائل جدا، اذا جاءت النتيجه معلش يا دكتور مصطفى اذا جاءت النتيجه بنعم انا متفائل انه هتبدا خطوات يعني حسيسة إلى الاستقرار، إذا جاءت النتيجة بلا خطوات جميلة جدا إلى تصحيح الوضع طالما أنه قالت لا يبقى الشعب غير قابل على هذه الجمعية ومنتجها وسنبدأ تشكيل جمعية جديدة، في جميع الحالات إن شاء الله الوضع أفضل. والأفضل من كل هذا أن الناس عندها إيجابية وراحت صناديق الانتخاب في عز البرد وأدلت بأصواتها، هذا هو شعب مصر. اللي بيشوه هذه الصورة الآن من الحوادث اللي بتحدث هنا وهناك، هذه بعد الانتخابات وبعد الاستفتاءات وبعد أن تكون هناك مؤسسات سينكشف الوضع وستكون مصر إلى الأمام وإلى الخير إن شاء الله. وبس في خطأ كبير لدى الإخوة في التيار الإسلامي. بالمناسبة التيار الإسلامي سعادتك قلت حزب النور، نحن في حزب النور نستنكر كل فعل ليس على لسان الأستاذ نادر بس، في كل حزب النور والدعوة السلفية نستنكر أي فعل وأي لفظ بذيء يخرج من شخص إلى شخص. نؤمن فقط بما الآلية اللي ارتضاها الجميع وهي صناديق الانتخابات. لما أنا يسعدني أن نعم. أسمع هذا، أنا بقول يعني لدى الإخوة في التيار الإسلامي ميل إلى اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخاب،
هذا ليس صحيح وليس صحيح. نعم الديمقراطيه ليست صندوق الانتخاب، وبالتالي اذا كان في مشروع دستور يعني تختلف عليه الكنائس المسيحيه، يختلف عليه المثقفون، يختلف عليه القضاه، يعني مين في مصر بيعرف في القانون اكتر من القضاه يعني؟ عندما يختلف عليهم كل هؤلاء الناس، حتى لو حصل هذا على اغلبيه في صندوق الانتخاب يظل باطل، لا ليس ديمقراطيا. مشروع الدستور الذي خرج عن الجمعيه التاسيسيه ليس ديمقراطيا باي حال من الاحوال. طب رد على سؤالك ولا بس انطباع؟ مش هكذا، لا لا رد يعني، لا بس ممكن اخد فاصل. لا بس في دي، لان دي لان دي خطيره جدا. لا لا هذا المشروع توافق عليه جميع الناس الذين انسحب. انا اللي اتكلم داخل الجمعيه، سعادتك ما تتشدش بهذا. انا اشهد لان انا داخل الجمعيه. في قصه اخرى يواجهني واحد منهم يتصل بي يقول احنا ما توافقناش عليه، لم شاركوا في كل شيء ما عدا بعض الاحكام الانتقاليه. التيار الشعبي يا معتمر بيه، يا معتمر بيه اترك التيار الشعبي، يترك كل شيء. اللي عنده شك في كلامي، اللي عنده شك في كلامي في الذين انسحبوا، في الذين انسحبوا حتى من الكنائس، يتصل بي ويقول احنا ما شاركناش في هذا الدستور. احنا لا احنا عاوزين نقول كلام يا دكتور، عاوزين نقول كلام للناس. قصه اخرى ان هو بعد ما مضوا على المادتين دول يا دكتور مصطفى، عاوزين نقول للناس حقائق، لا نقول كلام مرسل. انا بقول حقائق، انا بقول دلوقتي انا شاهد وانا عضو في جمعيه تاسيسيه لم اغيب عن جلساتها 6 أشهر كامله. اللي خرجوا من انسحبوا من الساحه، الذين انسحبوا اذا كانوا لم يوافقوا على هذا الدستور كاملا بما فيه الثمان مواد اللي كان عليها خلاف، يتصل بي ويدخل عليهم ويعمل معايا مداخله دلوقتي امام على الهواء مباشره، يقول لي لا هذه المواد صنعتوها بعد ما مشينا، هذه المواد انتوا اللي كنتوا موافقين عليها مش موافقين عليها. هذا هو ده الحقائق للناس. مش هقول كلام مرسل. طب ممكن دقائق يعني. طب دقائق وواصل هذا الحوار، ولكن معي الهاتف الاستاذ حمدين صباحي، طبعا زعيم التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسه الجمهوريه. حمدين، اولا طمني عليك وعلى كل زملائك من التيار الشعبي، اين انتم يعني؟ طمني على الناس. بخير الحمد لله، احنا بخير يا استاذ لميس، بنشكر اهتمام كل الراي العام، ويعني في تهديدات انت شفت اللي تم في مقر حزب الوفد، وقبلها كان مقر التيار الشعبي، مقر رئيس كمدان لبنان، ودي تقول انهم مستهدفين، لكن حتى الان لم يحدث شيء بالنسبه لهم، واحنا نرجو ان يتم الكشف فعلا عن مين اللي بيعمل هذا الامر، عليهم حاسبين فعلا ام سياده اللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزه اكد انهم حازمون. طيب اذا احنا يعني نرجو ان يكون في دور واضح لايقاف هذا الترويع الذي لا يمكن قبوله، ولا يعني يستقيم انسانيا ان حد يمارس هذه الممارسه في حرق علني للمقرات وتهديد علني للمصريين من جماعه ماشيه في الشارع، يعني هذا امر لا يمكن قبوله. على اي حال نامل ان تكون دي عوارض، يعني لان الروح المصريه تأبى وتأنف من هذا العنف وهذا التهديد وهذا الترويع ايا كان مصدره وايا كان المستهدف. يعني ايه الهدف في رايك الان في نهايه يوم استفتاء كان حاشد، سواء بمن قالوا نعم او من قالوا لا؟ هل انت شايف في ربط يا استاذ حمدين ولا ايه يعني؟ اعتقد لابد ان نضع في اعتبارنا قدر من الربط. توقعاتنا حوالين العينات التي استطلعناها في طوال هذا اليوم أن الذين قالوا لا أكثر من الذين قالوا نعم حسب تقديراتنا، وأن يتم هذا الأمر بهذه الطريقة وعلى هذا النحو، فأعتقد أن ده إما أنه قد يغطي على محاولات تزوير لهذا الاتجاه الذي رأيناه إذا كانت النتيجة في اتجاه آخر، أو ربما لإحداث ارتباك يعني يعطل أن هذه النتيجة تعلن خلال الدستور. انتوا في جبهه الانقاذ هل لديكم خطوات اخرى هتاخدوها؟ انا عارفه ان انتوا اجلتوا الاجتماع، كان في اجتماع النهارده او مؤتمر صحفي النهارده، اجل بقى اللي بعد اغلاق الصناديق على ما اعتقد، لكن الحوار لا زال دائر وفي اراء متعدده بتطرح، يعني من الانسحاب بالتبريرات موجوده لدينا الى المواصله لم نستقر على راي نهائي. طب ورايك ايه في النتائج اللي بتعلنها الحريه والعداله؟ اعلنتها مبكرا يمكن الساعه 8 او قبل كده. هذا يخالف تماما ما توقعناه بناء على استطلاع ما حدث من المصريين احتفالهم العظيم اليوم بالتصويت. والاهم انه غير قانوني. يعني ده دي مساله يعني في كثير جدا في الشك والقناعه، لكن كل موضوعين هذه نتائج ليست لها علاقه بما رايناه.
أشكرك حمدين صباحي زعيم طير الشعبي ومرشح الرئاسي السابق. هنخرج فاصل وادي حضرتك فرصة الرد الكامل. فاصل ونرجع، وبعد الفاصل هنرجع للاستفتاء تاني. مفيش حاجة تشغلنا عن الاستفتاء، يمكن يكون في انتهاكات احنا بيحاولوا ان هم مثلا يبعدونا عنها. هنرجع نسأل مراسلنا ونعرف ماذا يحدث في الاستفتاء، ونعرف منكم انتوا كمان ماذا يحدث.